يا نواف العابد لمسة باتجاه تيسير وركلة جزاء الأخضر. ركلة جزاء لتيسير الجاسم. نعم المنتخب السعودي أخيرا يحصل على الفرصة المحققة من أجل التسجيل. ركلة جزائية لتيسير. ركلة جزاء لتيسير الجاسم. تمريرة متقنة جميلة من جانب نواف العابد. تحرك مثالي من تيسير وبعد ذلك الحصول على ركلة جزاء. ولا يوجد ما هو أفضل من السهلاوي في استغلال ركلات الجزاء. سهلاوي الآن لديه فرصة ليسجل هدف أول في المباراة. محمد السهلاوي الرقم الصعب على مستوى المشاركات الدولية التعلق مع المنتخب السعودي. تشعر أنه لاعب مفصل مجهز يعني يلعب في المنتخب طالما أن يحقق كل هذه الأرقام وكل هذه الأهداف. أمر مهم للسهلاوي وهدف للأخضر. سهلاوي يسجل أول هدف في مباراة اليوم بعد مجموعة من المحاولات وسيطرة لفترة طويلة. سهلاوي يعود مرة أخرى للتألق مع المنتخب السعودي. سهلاوي يعود مرة أخرى للتسجيل من علامة الجزاء ويؤكد الجميع بالفعل أنه من نوعية اللاعبين القادرين على التألق مع المنتخب، القادرين على التألق مع الأخضر. وحتى عندهم دائما ما يلعب بروح عالية، دائما ما يظهر بشكل جميل. تيسير الجاسم الكرة ليحيى، ركنية أخرى عرضية، محاولة راسية العارضة مرة أخرى خطيرة لبصعة المنتخب السعودي. أسامة وتسديدة ياسين والثاني، هدف ثاني للأخضر. أسامة هوساوي قلب المدافعين، قائد الأخضر في مباراة اليوم، يسجل هدفا ثانيا. فتحت مع الأخضر خلاص بعد أن سجل السهلاوي من علامة الجزاء. ياسين تسديدة قوية، المدافع الأول وبعد ذلك أسامة القائد يسجل هدف الثاني للأخضر. ما يعرف لدى مشجعي الأهلي بالقلب النابض للنادي الأهلي، مثل ما يحدث في ليفربول بالنسبة لجيرارد. هم يعتبرون تيسير مثل هذه الحالة القلب النابض للنادي الأهلي. كرة ممتازة، محاولة ليحيى والثالث، خلاص فتحت مع الأخضر. هدف ثالث ليحيى الشهري. نعم الهدف الثالث في هذه الأثناء. تيمور الشرقية فقدت ذاكرتها ونست مرماها وتركت أماكنها وفتحت لنا المجال وفتحت لنا الأبواب ونامت بعد ذلك. هدفا ثالثا ليحيى الشهري. تمريرة كانت متقنة، اختراق جميل. يحيى الذي يقدم شيء من ما يملك من بريق. ليس هذا كل ما لدي فان بومل، ليس هذا كل ما لدي يحيى، وليس هذا كل ما لدي لاعبين. صدقني أنه أتكلم بمنتهى الحيادية. أنه أول نتيجة جيدة جدا للاعبين. التمريرة تصل ليحيى بعد ذلك السهلاوي الوانتو. دفاع تدخل، الدفاع بالخطأ معنا ولا معهم. كرة عادت بعد ذلك للسهلاوي. أربعة، الرابع من السهلاوي، الرابع من السهلاوي. لازم عنده بصمة في كل مباراة المنتخب. السهلاوي يعود مرة أخرى للتألق. السهلاوي يعود مرة أخرى للتسجيل مع المنتخب السعودي. ثنائية في مباراة اليوم، هدفا بعد هفوة قاتلة من الدفاع التيموري وبعد ذلك محمد السهلاوي يستغل الكرة.